هاد التدبيره غادي تكوني اكيد محتاجاها. خدي الشطابه ديالك وغلفيها بكيس وتهني من هاد المشكل. تدابير منزليه رائعه غادي تستافدوا منها اكيد ان شاء الله. اول تدبيره اللي هي تنظيف اله ديال البانيني من الدهون والاوساخ اللي كتكون عالقه. فهنايا كما كتشوفوا الاله ديالي كيفاش رجعت لانني كنستعملها وما نظفتهاش حتى نشارك معكم الطريقه. بالنسبه للطريقه سهله، كتحتاجوا يا اما هاد الخل هذا ديال التنظيف اولا الخل العادي. بالنسبه لاله البانيني كتكون يلاه خدمتوا بها، يعني كتكون مازال سخونه، فقط كتحيدوا ليها البريز من الحيط وكتكبوا عليها واحد الكميه مهمه ديال الخل. انا كنستعمل هذا صراحه لان الريحه ديالو زوينه، فيه كميه من الكول يعني كينظف بعمق. غادي ناخذ كما شفتوا ورق ديال المطبخ وغادي نعاود نبللو جيدا، ديروا طبقتين باش ما يتفرتش وبللوه مزيان بالخل. سدوا الاله ديالكم وخليوها تقريبا واحد جوج ديال الدقائق باش كاع دوك الاوساخ كيزولوا وكيلصقوا في هذاك البابي او داك المنديل. كما كتشوفوا هذوك الاوساخ كيصبحوا ساهلين في التنظيف، غير كتمسحوا كيبداو كيزولوا بكل سهوله، خصوصا الا كنتو كتستعملوها يعني كتشويو فيها او لا كطيبوا فيها، فكتوسخ بواحد الطريقه كبيره. هنايا كما كتشوفوا كنبدا غير كنمسح وهذوك الاوساخ كاملين كيبداو كيهبطوا وكيزولوا بلا ما تستعملوا حتى شي منظف، لانه ممكن انه يعني يخسر لها هذيك الطبقه اللي كتكون من الفوق وبالتالي كتولي كتلصق. صافي من بعد ما مسحت مزيان جبت منديل اخر وبديت كنشف السطح ديالها. كما كتشوفوا كترجع كتشعل وكتولي يعني نظيفه ونقيه كانها جديده. شوفوا ما شاء الله كيفاش تنظفات بدون عناء، بدون ما تستعملوا حتى شي منظفات او لا حلفه او لا جيكس، فراه كتنظف وكترجع نقيه. بالنسبه للتدبيره هذه كتصلح الكاوكاو. هنايا حمرته وبغيت نقشره وهذه هي الطريقه المعتمده عندي. كناخذ غير هاد الشبكه هذه او هاد النشافه ديال الخضر، صراحه كتعاون بزاف بزاف من هذيك الفوضى اللي كيسببها الكاوكاو راكم عارفين. صافي كنفركو هكا بين يديا وكن نشفها بهذه الطريقه، كندورها لاتجاهين، مره على هذا الاتجاه ومره على الاتجاه المعاكس. صافي دوك القشور كاملين كيهبطوا في الاسفل كيف ما كتشوفوا بدون عناء وبدون فوضى. كتعاودوا تفركوه مازال بين يديكم. انا غادي نحتفظ بشويه ديال القشره وهذه النتيجه. بالنسبه للناس اللي عندهم بلاكارات بحال هكذايا فيهم لي زيطاجير ديال الخشب وكيحطوا الحوايج ديالهم ديريكت على لي طاجير اللي كيكون ديال الخشب، فاكيد غيكونوا كيعانيو من هذا المشكل ديال الرطوبه. الحوايج اللي كيكونوا محطوطين هما اللي نيشان فوق لي طاجير ديال الخشب كيكون فيهم لي طاش ديال الصفوره و كتكون فيهم ريحه ديال الغموله. فاحسن طريقه الا كان ممكن انكم تغلفوا الخشبه ديالكم بداك بابي اديزيف، من الافضل ان شاء الله غادي نغلفهم باش هكذا كتحميو الملابس ديالكم من المشكل ديال الرطوبه. سينو لما كانش عندكم هاد الامكانيه هذه فديروا هاد التدبيره اللي غادي نشارك معكم دابا، اللي غادي تحميكم وتحمي يعني تحمي لكم الحوايج ديالكم من انهم يطاشوا لكم ببقع صفراء، وكذلك الريحه ما غاديش تكون خايبه نهائيا. اول حاجه غادي ندير هنا خويت البلاكار، غادي نحتاجوا الورق النشاف او الورق ديال المطبخ يكون الكاليتي المزيانه اللي ما كيتشتتش دغيا، وغادي نحتاجوا كذلك بيكربونات الصودا اللي معروفه الفعاليه ديالها ضد الرطوبه او الغموله. غادي نرش منها واحد شويه. هاد البيكربونات عندي رقيقه، هذه راه خاصه بالطبخ وكاينه حتى اللي خاصه بالتنظيف، كتكون شويه غليظه. انا غنقضي غير بهذه، غادي نرشها هكذايا فوق لي طاجير مزيان. صافي هنايا راني رشيتها، من بعد جبت هاد البابي هذا غادي نفرشو. صافي ها هو دابا فرشتو. وهنايا هاد المرحله هذه اختياريه غير باش تعطروا البلاكار ديالكم. غادي ترشوا هاد الورق النشاف هذا بالعطر المفضل عندكم بحال هكذا. هاد البابي راه كيشد الريحه يعني غادي تبقى مده طويله. غادي نرش مزيان مزيان بحال هكذايا، ومن بعد كتستفوا الحوايج ديالكم في البلاكار. غادي تهناو من المشكل ديال الغموله وفي نفس الوقت غادي تشموا ريحه زوينه وقت ما فتحتوا البلاكار ديالكم.
وهاد الحيله هذه غادي تهمكم بزاف بزاف، خصوصا الناس اللي كيعانيوا من العنكبوت اللي كيكون في السقف ديال المنزل. ما عليكم الا تاخذوا زيت القرنفل، الزيت الاساسي ديال القرنفل راه كيتباع عند لي بارافارماسي موجود، الثمن ديالو شويه غالي يعني كيدير شي 45 درهم، ولكن راه قطره ولا منه راه كتعطي واحد النتيجه رائعه. هنا خديت بخاخ درت فيه واحد الكميه ديال الماء، عمرته بالماء وغادي ندير فيه تقريبا واحد 5 حتى 10 ديال القطرات، ما تكثروش لانه مركز جدا والريحه ديالو كتخنق الا كثرتو منه. صافي غادي نسد البخاخ ديالي، غادي نحركو مزيان حتى يندمجوا ليا المكونات، وها هو صبح موجود. هذا البخاخ هذا رائع، ممكن انكم ترشوه تحت البوطاجي والاماكن اللي عندكم فيها الحشرات. بالنسبه لهاد التدبيره غادي نحتاجو الشطاب ديالنا، غادي نحتاجو كذلك كيس. انا استعملت هنا هاد لي ساشي هادو ديال التقضيه، يكون شي واحد اللي التوب ديالو غليظ يعني ما يكونش رقيق، وغادي نلبسو الشطابه اولا المكنسه بهذه الطريقه هذه، نحاول انني نعقدو. انا هنا استعملت كما كتشوفوا هذا الكيس هذا، يعني التوب ديالو غليظ ضروري باش ما يتقطعش لكم دغيا. غادي نحاول ندير فيه واحد العقده، وغادي ناخذ البخاخ اللي صوبت غادي نرش به هذاك الساشي مزيان مزيان. عرفتوا هذاك الريحه ديال القرنفل كتهرب الحشرات فين ما كانوا، سواء الصراصير النمل اي حاجه، اي بلاصه عندكم فيها الحشرات كترشوه راه ما كتبقاش تضر بكم. صافي هنا بللتو مزيان مزيان بهذاك السائل، وهنايا غادي ندوز باش ننظف به السقف. كتنظفوه بكل سهوله، انا هنا كما كتشوفوا راه ما عنديش الشبكه ديال العنكبوت طبعا، ضروري من التنظيف مره مره، ولكن الا كانت عندكم راه بهذه الطريقه غادي تزولوها بسهوله، غادي تلتصق بهذاك الكيس، وفي نفس الوقت غادي تكونوا درتوا هذيك الماده او لذاك الخليط ديال زيت الاساس ديال القرنفل في ديك المكان، وبالتالي ما غاديش تعاود ترجع هذيك العنكبوت باش دير لكم الخيوط ديالها تما. هكذا نظفوا وفي نفس الوقت تحميو البيت ديالكم من الحشرات. كنتمنى ان الفكره تكون نالت اعجاب ديالكم، ما تبخلوش عليا باللايكات وكذلك بالتعليقات ديالكم. شكرا لكم بزاف بزاف على الدعم وكذلك على المتابعه ديالكم للقناه ديالي. انتظروا ان شاء الله فيديوهات جديده، غادي نرجع نشيطه على القناه باذن الله وبحوله. تهلاو ليا فراسكم، بسلام عليكم.